السلام عليكم طفيلات، صباح الخير، شحالكم؟ ياك لاباس؟ نتمنىكم تعودوا بخير وعلى خير. وانتم تشاهدوا هذا الفيديو، يا مرحبا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. وفي البدايه طفيلات، نبغي نشكر الناس اللي انضموا معايا للقناه، مرحبا بكم وسهلا ونورتوا الطفيلات. بالنسبه للناس اللي معايا من البدايه، انتم مسلمه تقدر طفيلات منوراتني. شكرا لكم، شكرا للتعليق الزين اللي كتخلوا لي اسفل الفيديو، شكرا لاي واحده قبلت بنفسها خلات لي لايك ولا تعليق، شكرا للطفيلات. بالنسبه لهذا الفيديو الطفيلات اليوم، وكيف شفتوا الطفيلات بديت معاكم من الصبح، هم طفيلات مباشره تخدم في الكوزينه اللي هي موجوده بالضبط. فطور طفيلات عادي يعني ما حضر شي حاجه، داكشي اللي كان عندي الحمد لله ولا حطيت. وصافي الطفيلات، المهم عني خسرت على نشاعكم معاكم وقت التفات من النهاري. وصافي هم طفيلات اللي حفظوا ان شاء الله. وبالنسبه للضب اللي نعدل السفره ديال الشعريه بالدجاج ولا المدفونه، المهم كل هادشي كلها انا صراحه زينه عندي. والمهم حجلت لي اليوم وانا تفكرت وقلت عني لي معدله، صراحه حجلت لي من البارح وقلت ضروري نعدلها اليوم ان شاء الله. وصافي الطفيلات، هذا هو فطورنا. لي نفطر ان شاء الله ننتقل باش نوجد شعريه السفره، وراكم معايا. عدل السفة صراحة تشاهيتها على الياسر عنها. بالنسبة للطفيلات الغدا ان شاء الله اللي نشارك معكم شلي نعدل. هم طفيلات خسرت عني اليوم نعدل السفة، صراحة ما دلي عنها السفة بالدجاج. وصافي قلت هي اللي نعدل ان شاء الله اليوم الغدا. وهم طفيلات عندي هذا فصين من الثوم اللي حكيتهم على هذا الشكل وحطيتهم هون، اللي نضيف درك شي من العطرية، اللي نعدل شي من الملح، بارك الله عفوا الخبزة، اللي نعد السكنجبير، نضيف شوية من القرفة، شوية من الملون الغذائي. عاد عندكم الخرقوم ما تفضلوا الملون الغذائي عدلوه. المهم انا كنشترك معكم هذا الشيء اللي نعدل انا. وبالنسبه للحامض المصير عندي هذا ربع حامض هو اللي نعدل. لي نضيف مالي شي من الربع، وله نضيف شي من المطفيلات بالنسبه الى عاد متوفر عندكم. وبالنسبه حتى الى عاد عندكم متوفر عندكم ضامه السمن ولا شويه من السمن، عدلوا الطفيلات كيجي زوين مع السفه بحال هكا مع الدجاج، كيجي مذاق زين. انا الصراحه ما متوفر عندي، عاده نعدل لا ضامه البنه ديال السمن غير درك ما متوفر عندي. صافي الطفيلات، اللي نضيف شويه من الزيت ديال المائده، وصافي اللي نتحط باش نشرب الدجاج. بالنسبه للدجاج الطفيلات، انا هنا غسلته وخليته كيف العاده، خليته في الماء والملح والخل وشي من السكنجبير، خليته يعني لي يترقد فيه مزيان. ومن بعد صفيته خليته يستوى اكثر، كل ما استكثر الدجاج كل ما شرب لنا ديك العطريه وجا مذاقه اخر. صافي لي نزقناها كامل في هذه العطريه، ولي نخليها شوي لينا يعني قد ما اللي قديتو تصبروا عليها اخر. انا لي نخليها واحد نص ساعه لان الوقت صراحه مو عندي، ولي نتخطى باش نطيب مباشره. صافي هون كيف شفتو راني عقدتها بواحد لاستيك قطتها من هون باش ما تطيب لي مفتوحه. وصافي في هذه القميله الطفيلات عدلت شي من الزيت البلديه وشويه من زيت الزيتون، وصافي لي نتخطى باش نعملها مباشره.
وهن طفيلات عندي حبتين من البصلة متوسطة ماهم كبارات، قطعتهم على هذا الشكل مربعات، ولي نضيفهم لهذا الدجاج اللي عندي. صافي، لي نخليهم طفيلات يتشحروا ويطلسوا الماء ديالهم مع الدجاج. تقريبا هذاك الماء اللي نضيف له كاس كبير من الماء فقط، صافي ما تليت ليه نضيف شي حاجة، غير من بعد طفيلات لين تذوب لي هذه البصلة وتعود رخات الماء، وفي نفس الوقت تعود الدجاجة طابت في هذيك الماء اللي طلست هي والبصلة. هون طفيلات تخطيت، كندهن السفة بشوي من الزيت. انا عندي هون السفة ديال ميركادونا، بالنسبة لي عاد السفة اللي كتعود عند الجزار اللي تعود احسن، هي غير ما متوفرة عندي. وصافي عدلتها في الكسكس، اول طلعة كتعود كنعدلها لا بالزيت. ثاني شي الطفيلات هون تخطيت باش لهي نعسل هذا المشمش، عندي شي من المشمش كيف شفتو، ضفت عليه 3 كوتشارات كبار من السنيدة، لهي نضيف له ملي كاس كبير من الماء. وصافي، وليه نضيف عليه رشة من القرفة، وليه نخليهم يطيبوا على نار متوسطة عادية يعني. ومن بعد الطفيلات اللي نضيف له شوية من الزبدة، منين يعني قرب يطيب ليه نضيف له قطعة من الزبدة. صافي الطفيلات، هذا بالنسبة للمشمش. وبالنسبه للعنب اليابس اللي نضيفه، درك الطفيلات كنت عدلت سابق العنب اليابس، كنت عدلت شي من الزيتون مقطع، ولكن صراحه ما تصور لي في الكاميرا. صافي الطفيلات، هذه السفن بعد ما طلعت لي الطلعه الاولى. هون الطلعه الثانيه عدلت لها شي من المحامي، بالنسبه لي انا كنعدل لها المحامي، كاين اللي كيعدل المبارد كلها هو. المهم انا الطلعه الثانيه كنرشها بالمحامي، ومن بعد كنعدلها في الكسكاس. وهذه كانت الطلعه الاخيره، كنعدلها شي من المبارد والملح، وكندهنها بشي من الزبده وكنردها تفور شويه. وصافي كنقدمها، وكان هذا هو الشكل النهائي الطفيلات. عدلتها بحال هكا، زينتها بشي من المشماش وشي من البيض مسلوق، المهم تزيين عادي وبسيط، المهم اللي لنا احنا في الدار الحمد لله. وصافي، هذا كانت كاقتراح اللي عزيزه عليها، والله زينه عندها السفه وكانت ناسيتها تتفقد هضريك وتقوم تعدلها. صافي الطفيلات، درك لي تغداو ان شاء الله، ومن بعد لهين عشية نهار ان شاء الله اللي نمشي للركاصة، خاصني شي اللي نمشي نعدل فيها دورة بحال هكا، لعل نجبر داك الشي اللي باغي ولا نجبر غايتي فيها. وصافي، لعاد كاين شي اللي يتصور اكيد اللي نشاركه معاكم. فصافي الطفيلات، هون جيت للركاسة كيف شفتو، صراحة الركاسة دايما اصلا فيها مسائل زينين ما شاء الله. المهم درك لي نخليكم مع الفيديو باش ما نكثر عليكم في الكلام. المهم الفيديو راه كيتكلم على راسو، كل مسألة كاين ثمنها تحتها ما شاء الله، كاين الجديد دائما تبارك الله في الركاسة كيعود الجديد، والاثمنة مالي يعني مهم في المتناول، ما هي طالعه قباله وما هي يعني ناقصه مالي. صافي الطفيلات، لي نخليكم مع الفيديو. وبالنسبه لهذا الموائد اللي كيعطوا طارحين بحال هكا، كيعطوك فيهم فكره بحال اش لازم تقدم حتى انت الطاوله، صراحه زوينين ما شاء الله، عندهم كل شيء. عندهم هذا الطباس اللي على هذا الشكل في الازرق، فيهم هذا الموتيف زوينين خالك في الطباس في الكيسات، زوين الصراحه بحال هكا في الازرق والابيض، وخارجين ياسر من الاشكال في الطباس الصراحه. واحد اللي نعطيهم لكم دريك، زوينين الطفيلات كيف عندهم ياسر من الاشكال ومن الالوان والاحجام اللي مختلفين.
بالنسبه اللي بغيت نلعب لكم هذا الطفيلات كيف شفتهم جايين، هما بدع وجايين كيف على شكل العود صراحه زوينين ما شاء الله. هذو ديال الطايرة كاينين حتى هما فيهم الأحجام ما شاء الله من الصغيرة للكبيرة. وبالنسبة لهم الطفيلات هذوك الاكسسوارات اللي كان زينا بهم المائدة والله المهم اي حاجة راح تجبرها كتجبراهم وماشيين يعني في نفس اليوم، يعني كاين مثلا بالنسبة للغاوي كتجبري كل شيء مجموعة ديال هذوك المسائل اللي كيزينا بهم الطاولة كتجبريها مثلا في القهوي ولا كتجبريها في الغاز ولا كتجبريها في الشيبي. المهم صراحة عندهم اي حاجة تفقدتيها كتجبريها عندهم ولا اي شيء احتجتي راهم متواجد عندهم.
وهون لحقنا نهاية الفيديو. نتمنى عم يعجبكم، إعجابكم. نتمنى عم هذا الفيديو فيه ولو شيء بسيط من الإفادة. لا تنسوني تعليقاتكم ولايكاتكم وتشجيعكم للقناة بالبارتاج. ولأول مرة يشاهد قناتي لا تنسى تفعيل زر الجرس باش يتمني يلحقكم كل جديد. خليتكم فمان الله إلى فيديو قادم إن شاء الله. باي باي.